جزء في المجتمع، ربما إضافة أروع مما يكاد يأتي في مخيلاتنا. إنه اليتيم الذي ذكر في أكثر من موضع في الأديان السماوية. هذا العام هو العام 12 للاحتفال بيوم اليتيم لتذكرة الجميع بأهمية دمج تلك الأطفال داخل المجتمع ومحاولة القضاء على شعورهم الدائم بالوحدة. 3% هي نسبة الأيتام في مصر، وهي نسبة لا يستهان بها وتحتاج إلى قدر من الرعاية والاهتمام. النهاردة كان عندنا 3 دور أيتام، وكان نفسنا نكبر أكبر عدد ممكن، بس طبعاً يعني عشان نسيطر على أعداد الأطفال دي بيبقى صعب. عملنا لهم مجموعة برامج كبيرة، ابتدت بالساحر والأراجوز والبلياتشو، ودلوقتي عندنا المابت شو، ولسه مستمر البرنامج. وبعد كده هنقدم مجموعة من الهدايا والمسابقات والمكافآت للأطفال المميزة، ويعني إن شاء الله يقضوا وقت حلو معنا. طبعا إحنا بيسعدنا وده شرف لينا إن إحنا نجمع كام دار أيتام ونلتقي بالأطفال دول اللي هم محتاجين مننا رعاية كاملة من كل مصري ومصرية، يعني لأن طبعا الاهتمام باليتيم ده مفروض يكون أساسي في حياتنا، لأن طبعا رسول وصى بكده وقال كف اليتيم كهتان معي في الجنة. فياريت إن إحنا ما يبقاش يوم يتيم واحد، نبقى كل شهر نعمل يوم يتيم، نعمل الاهتمام بالأطفال اليتامى دول. ده هيسعدنا إحنا وهيفيدنا أكتر ما يفيدهم هم. ضحكة وطبطبة على رأس أي يتيم، دي فيها الجنة وما فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أوصى بيها يعني. فانا بقول لكل الناس لو حد عنده حاجه ان هو يعملها للايتام اللي هم في حاجه لينا في الدنيا دي، يا ريت نعملها كلنا. اهم حاجه العطف والحنيه، وان الواحد يعملهم زي اولاده بالظبط من ناحيه الغذاء والملبس والناحيه الصحيه وكل الحاجات دي، وبرده الترفيهيه، لان الترفيهيه مهمه قوي ليهم. يا ريت نبص للايتام مش بس في شهر ابريل بس، الايتام طول السنه بيبقوا محتاجين فعلا ان حد يحن عليهم، ما نسيبهمش بس للدور المهتمين بيهم. بيبقى فيهم عدد قليل من الناس هم بيتعاملوا معاهم فعلا ان هم يعني امهاتهم، بس هم بيحبوا يعني بيبقوا ناقصين حنان، ويا ريت ان احنا نهتم بيهم طول السنه مش بس شهر ابريل. وانتو سيوا كمل، وانتو سيوا كمل. اكمل ايه؟ اكمل نوم. إدخال الفرح على قلوب الأطفال ربما هو الهدف الرئيسي الذي سعى إليه منظمو الاحتفال بيوم اليتيم لدعم الأطفال معنويا، استنادا لقول الرسول الكريم: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. فسنت أكرم، قناة دريم.